أهلا وسهلا فيكم جميعا، ونتمنى هاللقاء يكون فعلا بداية مشوار كتير طويل. آخر فترة عم نشوف نحن ثورات كتير عم بتصير بكل البلدان اللي حوالينا، وبلحظة حسيت أنه عقبالنا نحن نعمل ثورات، ورجعت فكرت أنه مش عقبالنا، شو ناطرين ما نحن مبلشين ثورتنا. ثورتنا هي الثورة اللي نحن عم نعيشها مع بعض اليوم، منا ثورة صاخبة، ثورة فرحة. كل شخص يروح يفتش على العالم يلي حاطين البعض بزيت لون الشريك، والآن في الصوت والسماء هذا هو الدين حبيبا الذي فيه أطعيت دعاء الافتتاح للمسلمين الشيعة. كثير استفدت من هالتمرين اللي عملناه اليوم، تعرفت على كثير شغلات من دينها مختلفة، وهذا الشيء كثير حلو. كل إيدي عندها نفس الهدف هو التقرب من الله. تعرفنا على طلاب من مختلف الأديان والطائفين وكتير مبسوطين، وأنا برأيي أن نزور بعد أماكن أكتر اختلاف طائفيين أكتر، مثل الأماكن الدروز والمسيحية المختلفة. هيدا كل شي بحب أقوله، وميرسي لكم. شي حلو، وخصوصا أنه تعرفنا غير تلاميذ من مدارس غير ومن ديانات غير وطائفة غير وحتى سياسيا غير. أن الوحدة في التنوع التي نرمي إليها ونطمح إلى تحقيقها ليست بمطلب سهل المنال، بل هي تستوجب لأهمية ما تحمله من معان وما ترمز إليه من أبعاد، تستلزم جهودا معمقة لفهم التنوع ومظاهر الاختلاف الملازمة له، وتأتي الشرعة الموحدة التي أعدها الطلاب لتؤكد ليس فقط هذه الحاجة، ولكن لتثبت الثقة بأن الجيل الجديد من اللبنانيين إذا أعطي الفرصة للتعبير عنها بداخله يدهشنا جميعاً بمدى وعيه وقدرته على تشخيص المشاكل وعلى طرح الحلول الفعلية. قرأت النص الذي يحمل عنوان الشرع الموحدة، وفيها اقتراحات للشباب للتربية على التنوع والعيش المشترك في لبنان، وقلت في نفسي وأنا ممن يعمل في الحوار منذ ما يزيد عن 20 سنة، تلك سابقة فريدة تتمثل بخبرة وخميرة كانتا شبه غائبتين عنا في مراحل عملنا. اقتراحات الشباب للتربية على التنوع والعيش المشترك في لبنان الشرع الموحدة، فإننا نود طرح الخطوات العملية التي من شأنها المساهمة في سد الثغرات في البرامج التربوية، وهي التالي: استحداث مادة التثقيف الديني في المنهاج التربوي وإيجاد كتاب موحد حول هذا الموضوع، إقامة أنشطة مشتركة بين المدارس، إقامة دورات تدريبية إلزامية للأساتذة في موضوع التنوع تشمل جميع الأساتذة، وأخرى مكثفة لأساتذة التعليم الديني والتثقيف الديني في المدارس، إجراء تقييم دوري لمتابعة التطور في صفوف التلامذة والأساتذة. كل العناصر الأساسية اللي بتم الناس بتم المجتمع هي بتجمع عليها هذه الأديان الثلاثة: العنوان المحبي، عنوان العدالة الاجتماعية، عنوان المساواة بين الناس واحترام حقوق الإنسان، وكل هاي نحن بالنسبة لنا كمجتمع هي الأساس. أنا لما كنت أقول إنه بدنا كتاب تثقيف ديني موحد
كنت عم بحكي عن هذه العناصر